أكمل. أنا معايا مداخلة تليفونية من الأستاذة أمال صفوت، كبير مذيعي قنوات شمال الصعيد. أستاذة أمال تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا فضيلة الشيخ مزار شهيد. أولا أنا بشكر سعادتك على المداخلة، وآسف إن أنا طولت عليك على التليفون، لكن يهمني أعرف رأي حضرتك في تأثير قنوات الفتنة التي تبث من خارج مصر والتي لا تتبع الكنيسة المصرية، من وجهة نظر سعادتك على المشاهد والمتلقي في مصر هنا. أولا أنا بحييكم على البرنامج ده، أنا من مستمعيه، بس للأسف أنا مش قدام الشاشة دلوقتي فمش متابعة الحوار من أوله النهاردة، لكن اسمح لي أقول رأيي. فعلا بشكركم إنكم اديتوني الفرصة دي، وعايز أقول إن برنامجكم يعني أنا ليا رأي صغير، هو مش الصديقان بس، ده هو الشقيقان والمعزيان، سميهم إيه، المسيح والمسلم. أستاذ أحمد بيقول الشقيقان، الشقيقان يعني الشقيقان او المتلازمان، صحيح، يعني اثنين مصيرهم واحد، شكلهم واحد، شربهم واحد، الهوى اللي بيتنفسوه واحد، صحيح، دول ايه، المتلازمان، صحيح. على كل انا ليا رايي في الموضوع ده، دي تحت بند الحريه المنفلته. أيوة. يعني يقول البعض كما يشاء ويذيع البعض كما يشاء، انا بعتبر ان دي حريه منفلته. نعم. لو التزموا، التزم الجميع بمقولة كبيرة اللي احنا عارفينها، حريتي تنتهي حرية الاخرين. نعم. اعتقد مش هتبقى فيه ما العمل التزم، واحنا ملناش سيطرة على هذه القنوات او هذه المصادر اللي بتبث كيف ما شاء لها البث دون اي سيطرة. نعم. في رأيي ان فئدنا فقط مستهدف هذه القناة، الجمهور او هذه القنوات يعني. الجمهور المستهدف هو ده اللي يهمنا، انه ما يتأثرش سلبا، يبقى احنا نركز على ده. نعمل ايه؟ نعمل البث المضاد، بمعنى احصن المواطن بتاعي، احصنه بكده، لان هي تكون حائط صد لهذه الحرية المضادة، او على الاقل نوعيه، نقول له ان هذه القنوات لا تمثل الكنيسة ولا تمثل رأي الاخوة المسيحيين في مصر على الاقل يعني. ده دور مين بقى حضرتك؟ دورنا احنا. نعم. الاعلام المصري المفروض مسؤول، خليني اقول لك، الاعلام المصري المسؤول، سواء قنوات حكومية او قنوات خاصة. زي ما بقول لحضرتك، حصنه بهذا الوعي وما تخافش بقى عليه. صحيح. نوعيه احنا، نقول له. وبعدين اعتقد حضرتك ان المشكلة جاية الجهل بالاخر. بعضنا يجهل الاخر، شريك المتلازم معه زي ما قلت. صحيح. بعضنا يجهل موضوعه ايه، عقيدته ايه، يعني هويته الفكريه ايه. فدورنا كشف هذا الاخر تماما للاخر اللي هو انا. نعم. فهمني طبعا حضرتك. نعم. فلما تبقى حضرتك فكرك مكشوف تماما قدامي وانا هكذا، خلاص مفيش مشكله. واعتقد ان احنا اصبحنا شعب على درجه من الوعي بعد ما مررنا به وما زلنا نمر، يعني اعتقد ان احنا عندنا وعي لا باس به، ولا ايه رايك؟ صح، طبعا طبعا. واعتقد احنا يعني برنامجنا بيستهدف، او من اهدافه هو الاطلاع على الاخر، على ثقافته، على المساحه المشتركه بيننا وبينه. تمام. على رايه في مثل هذه القضايا، علشان نعرف نوصل في النهايه كلنا واحد، يعني الى ان احنا نبقى في النور كلنا مع بعض وعارفين بعض كويس قوي. صحيح. فاكد لحضرتك ان المستهدف اللي انا خايف عليه من هذا البث اللي مش عاجبنا او اللي قد يغيب وعينا، اذا المستهدف ده هو شغلي الشاغل او اوعيه، وده دورنا وبايدينا. طيب. انا يعني اخويا القس اثناسيوس عايز اسال سعادتك سؤال. استاذ امال، يعني سعيد بوجودك معانا في البرنامج وفي الحلقه النهارده. اشكرك يا فندم. فانا عايز يعني استفاد بهذا التواجد، واسال انه هل مثل هذه القنوات بتجد ربحيه معينه ماليه، فبالتالي تغالي وتتاجر بامور الدين حتى تكسب مزيد من المال؟ يعني طبعا ما اجهله مش من حقي اقول رايي فيه، حتى لو كان، خلينا نفترض ان الفرضيه اللي حضرتك طرحتها موجوده، ما يهمني النتيجه، هو يهدف او يرمي الى نتيجه، لو كانت النتيجه دي بلبله هذا الشعب، تفتيت هذا الشعب، خليني اضيع عليه هذا الهدف. صحيح. اضيعه ازاي؟ زي ما انا قلت، انت التحصين. تعرف الاخر متلازم معاك في الوطن، شريكك في الوطن، تعرفه تماما، لا تجهل عنه شيء، خلاص انتهى الموضوع، وهو كذلك يعرف عنك كل شيء. صحيح. انتهى الامر. فلو سمحتوا دعونا نطرح نفسنا انا والاخر عبر قنواتنا المصريه الخاصه والقوميه كمان. صحيح. ادونا فرصه نطرح نفسنا
كل منا للاخر ونعتمد على وعينا اللي اعتقد انه اصبح ناضجا دون وصايا من الخارج. على الشعب الحلو ده بالظبط. استاذه امال صفوت بشكرك شكرا جزيلا كبير مذيعي قنوات شمال الصعيد، شكرا.